مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حلقة ألف سبور. اليوم غادي نخصوا الحلقة لتسليط الضوء على تتويج الرجاء الرياضي باللقب، ولهذا الغرض كيحضر معنا في الاستوديو الإطار الوطني محمد بنعيم ولاعب الرجاء السابق. أهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الدعوة. أولا مبروك تتويج باللقب، مبروك لكم ولكل الرجاويين. الله يبارك فيك، وهذا ما كيزيدنا هنا افتخار واعتزاز بالفريق ديالنا، والفرق كلها كانت منها تكون يعني في الفترة اللي فيها الرجاء، ولكن الرجاء السنة هذه يعني بهذا اللقب هذا يعني دارت واحد الإنجاز تاريخي، وكنشكروا جميع الرجاويين، وكنشكروا جميع اللسان الرجاء والجمهور اللاعبين المكتب، رغم الظروف اللي كانت شويه عصيبه لانه ما كانش كيحضر الجمهور، اللي كان الجمهور كان باغي خصو على الاقل كان يتمتع معهم بالمباريات، ولكن القانون هو هذا. كنتمنى الحظ موفق لجميع الفرق في المستقبل. هذا ما نتمنى لكل الفرق. سي مريم، ساهمتي مع الرجاء في الفوز باللقب الاول، الا سولتك اليوم اشنو الفرق بين اللقب في الماضي والحالي، شنو تقدر تقول لي؟ الطعم ديال اول لقب يختلف شيئا ما على 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 هذا اللقب. هذا اللقب جا في واحد الظروف، جا في واحد الوقت، واحد التركيبه بشريه، واحد تشكيله مغايره. إذا تكلمت على اللقب الأول فهو كتعرف كان هذاك اللقب يعني لكل الجماهير حتى المغربية كانت كتعشق أن فريق الرجاء لأنه يدي لقب في التاريخ ديالو. كانت عنده لاعبين في المستوى الكبير كانوا كيطربوا الجمهور، يعني الجمهور ماشي كنقول على الرجاوي، الجمهور المغربي العشاق الذواق لكرة القدم. فهذاك اللقب يعني كتمن الناس المحظوظين لانني ساهمت فيه مع الفريق في سنه 1988، كان هو اللقب يعني هذاك دخلنا للتاريخ حنا كلاعبين، ودخل فريق الرجاء يعني البالماريس ديال تحقيق الالقاب. يعني هذاك عنده نكهه خاصه، يعني نكهه خاصه لانه اول لقب بري واحد 35 سنه، فاكيد ان ذاك اللقب يعني كاين الناس اللي ما حضروش في هذيك الفتره، كانوا باقي ما تزادوش او كانوا باقيين صغار، كيسمعوا الرجاء ذات اللقب يعني كانوا كيتمنوا انهم يشوفوا ذاك اللقب، ولكن جات القاب من موراه. اللقب ديال هذه السنه هذه عنده طابع خاص لانه كانت حتى الاخير دوره عاد تحسم اللقب. والميزه اللي ديال هذه السنه هذه وديال هذا اللقب هو ان الفريق يعني بدون هزيمه، وهذا شيء يعني كيزيد من القيمه ديال الفريق. كيفاش كتشوف استاذ منعم هذه المساله ديال بدون هزيمه؟ كيفاش ممكن نفسروا هذا الامر هذا؟ وبدون هزيمه هي في حد ذاتها يعني بحال كتقول شي حاجه اللي ممكن نقراو عليها ونعرفوا السر. السر هو ان المجيء ديال المدرب يعني زيمباور، فهو اكيد ان المدرسه الالمانيه اول مره غتعامل مع الفريق الرجاء، اول مره غيتعامل مع هذه المدرسه هذه. وحنا يعني كنعرفوا كره القدم الالمانيه عندها واحد الطابع وعندها اشياء ديالها، لان كنا في واحد الدوره تكوينيه في هامبورغ شفناهم كيفاش كيخدموا، يعني كيخدموا عندهم في البروجي ديال لي زيكيب كلهم كيخدموا بصيغه واحده، يعني ما كتخدمش فريق مختلف على فريق، عندهم نفس طريقه العمل، لان هما ملي كيخدموا كيحطوا لي زوبجيكتيف كيحطهم على الفريق الوطني، لان الفريق الوطني ما تجيبش لعاب مثلا يلعب بطريقه اخرى. وحنا كنا شفنا يعني في السابق يعني الوقت اللي تسلم يعني غوارديولا مهام ديال بايرن ميونخ، ف العمل ديالو كان مغاير تماما الطريقه او المنهجيه اللي باغي الالمانيين، يعني الشيء اللي ما خلاهمش يطول معاهم بزاف. فاكيد ان زيمباور فجل الرجاء، فاكيد انه لقى انتقادات في الاول يعني طريقه اللعب يعني التغييرات هذا، ولكن مع مرور الوقت كيتضح لك بان الانسان كيحط واحد البرنامج، كيحط واحد طريقه اللعب اللي يشرك فيها جميع اللاعبين. من حسن الحظ، من حسن الصدف، انه في هذه الفتره هذه ما كانوش انهزامات، كانوا تعادلات، يعني الرجاء ما كان كيتقبل دوك التعادلات، لان يلا بدايه المباراه فكتعرف الجمهور كتبان ليه خصو يبقى يربح يربح يربح، وما كاينش شي فريق اللي كيبقى يربح يعني المباريات كلهم. الحاجه الميزه المهمه هو بدون هزيمه، لان بدون هزيمه حتى هي كتدخل الفريق بالتتويج باللقب، ولكن
بواحد الانجاز هو ديال صفر هزيمه فعلا. وكيف شفنا البارح سيمون نعيم المباراه ديال بحثم فيها اشراك مجموعه من اللاعبين وكان اللاعبين ديال الرجاء كلهم ساهموا في هذيك التتويج التغييرات اللي قام بها المدرب الالماني البارح. انا كتحس بالتفكير ديال 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 المدرب يعني مع مرور الوقت كما قلت لك مع المجيء ديالو فقط لقى حتى اللاعبين تلقاهم يعني شيئا ما كاين اللي كيلعب كاين اللي ما كيلعبش اكيد كاين تخوف كاين نرفزه كاين قلق كلشي كيبغي يلعب ما يمكنش هو يجي يقول لك كيفاش بغيت نلعب ولا اش بغيت ندير يعني ما يمكنش هو كيحط واحد البرنامج وكيحاول اشاك فوا انتغري يدخل فيه لاعبين فاكيد مع مرور الوقت يعني كاين استجابه وكاين انسجام يعني تفهمت الطريقه وتفهم اشنو باغي المدرب بدات النتائج مع النتائج كل مره كيشارك واحد المجموعه. البارح لاحظت المساله هذه وعجبتني بزاف لانه في المباراه الاخيره ديال التتويج بغى يعطيهم فرصه ديال المشاركه واكيد انهم شاركوا يعني حتى كل واحد دار اللمسه ديالو في داك التتويج وفي المباراه اللي كانت البارح. سي نعيم تقدروا نقولوا ان الصوره النهائيه خدعات الجيش خاصة أن الفارق كان غير نقطة واحدة بين الرجاء والجيش الملكي. فأكيد أن هاد الصراع اللي ماشي صراع، صراع البطولة، هاد الصراع التنافسية اللي بقاو فيها جوج الفرق، فرق هو الرجاء والجيش الملكي، فهذا هو اللي عطى واحد النكهة وعطى واحد الطعم اللقب. اللقب يعني باش تفوز به يعني كان معك واحد كما نقول واحد المنافس، وهذاك المنافس ما كانش فارق ديال، لو كان فارق ديال النقاط غادي تكون تحسم يعني المصير ديال اللقب واحد دوره او دورتين او ثلاث دورات ولكن بقى حتى الاخر نفس واخر جوله اللي عطاو نقولوا الضوء الاخضر لفريق الرجاء انه يعني هو كانت واحد الهزيمه ديال فريق الجيش الملكي اللي ما كانتش منتظره يعني هذيك الهزيمه يعني عطات بحال كنقولوا خلات الرجاء في ذاك لو فيراج تكسب ذاك الريال وديك النقطة لأن ديك النقطة الرجاء كسبات من بعد مباراة وتعادل الفريق يعني افون ديرني جوني يعني آخر قبل الأخير ما قبل الأخير مع مغرب تطواني فكانت نتيجة التعادل وكان الفوز الرجاء يعني بقات هذيك النقطة اللي كان كيقلب عليها الرجاء في هذيك المباراة دارت لا ديفيرونس يعني كان يعني الجيش الملكي يعني حتى لآخر دورة كان يمني النفس انه يعني هو اللي غيفوز لان كيشوف الرجاء عندنا مباراه مع مولوديه وجده، مولوديه وجده كان مفروض على ان يمكن تفادي السقوط انها تفوز في المباراه ولكن طاحت في وضعيه كونتراديكتوار متناقضه، واحد باغي يلعب البطوله يعني خصو يفوز وواحد خصو يفوز باش يتجنب السقوط. للاسف نتاسفوا كثير لمولوديه وجده الهزيمه ديالهم ولكن في حد ذاتها هي فهزيمه يمكن يعني ما رضاتش واحد الطرف ولكن عطات التتويج للطرف الثاني. سي نعيم تكلمتي على الفرق اللي غادرت القسم الاول اللي كاينه برشيد وكاينه مولوديه وجده، واش كنتي كتوقعت السيناريو ديال هاد الفرق انها تغادر؟ باش نكون صريح وما نكذبش لان كيبان لك يعني في الشطر الاول من البطوله كيبان لك كيبدا تعطيك واحد الصوره على الفرق اللي غادا تصارع من اجل يعني اما البقاء او سقوط القسم الوطني الثاني. وهاد الفرق كلهم عاشوا ظروف منذ البدايه يعني مولوديه وجده هذه سنتين هو كيتخبط في مشاكل على جميع الاصعده يعني وكنشد بحراره للصديق ديالي والزميل ديالي المدرب يعني اللي ديال مديه وجده فوزي جمال يعني اللي في الظروف اللي عاش فيها يعني ظروف ما كيتمنى حتى شي مدرب يعيش فيها لانه صبر على الفريق ما عندوش انتدابات ما عندوش يعني واحد لقيته كيلعب مباريات بدون دكه الاحتياط واحد لقيته كاين اضرابات كاين يعني بزاف ديال المشاكل الماديه فكنشد عليه واحد الفتره من الفترات يعني كتحس بالفريق راه بدا كينتعش في الترتيب ديالو ولكن كتعرف كتجي واحد المرحله في الشطر الثاني من البطوله كيبداو يعني الفرق يعني كانوا كتكشر على الانيات ديالها كيولي الخط التصاعدي كتولي انت واخا كسبتي نقاط ولكن مع الفرق اللي كتفوز كيبداو ذوك النقاط ديالك بحال ما كتبقى تستافد منهم. هي الوضعيه اللي وصل لها مولوديه وجده في الظروف اللي جعلته انه يمشي للقسم الوطني الثاني.
بالنسبه للفريق ديال يوسيس برشيد فنفس نفس 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 اللي قلنا على 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 موليه وجده غنقولوا على يوسيس برشيد، وخاصه ان يوسيس برشيد منذ البدايه ما كانش يعني كان الفريق يعني في ذاك المرتبه يعني ما تحركش منها، لانه واخا كيفوز مباراه من المباراه اللي بعد بحال كيضيع النقاط كتضيع على ذوك النقاط، زائد المشاكل الداخليه، زائد ان الاشياء اللي كتتعلق بالمكتب، زائد انه ما قدرش يتعاقد مع مدرب لانه كان عنده مشاكل ديال يعني في التعاقدات، ما عندوش الحق يتعاقد مع مدرب. هادو من الاشياء اللي خلات يوسف برشيد تبقى في هذاك المرتبه وتغادر القسم الوطني الاول. سي مريم، طلبت منك كلمه اخيره في هذه الظرفيه ديال التتويج، وشنو تقدر تقول؟ وكنهني جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي، لا جمهور، لا لاعبين قدامى، لا مسيرين، لا مستشهرين، يعني كاع الناس اللي كانوا يعني كيبغيو الرجاء، وغالبا الجمهور المغربي يعني كيشجع اي فريق، ولكن كيشجع اكثر الفريق اللي كيفوز بالبطوله. كنقول هارد لك الفريق الجيش الملكي لانه كان منافس قوي، وهذيك المنافسه هي اللي خلات الفريق الرجاء انه ما يستسلمش وما يضيعش الفرص. كنهني الفرق اللي غيشاركوا في الاقصائيات في الادوار يعني الافريقيه او البطوله العربيه، كنهنيهم لان المشوار ديالهم سمح لهم انهم يكونوا في المستوى انهم يحتلوا هذوك المراكز. كنتاسف كثير الفرق اللي غادرت، يعني كنتمنى انهم ياخذوا واحد الدرس من هذا الشيء اللي كيوقع لهم وكينزلوا. كنتمنى انهم ما يبقاوش يلعبوا عمليه ديك المصعد، يعني سانسور طالع نازل طالع نازل، لانهم كياثروا سلبا على المسيره ديال الفريق، وكياثروا سلبا على اللاعبين، لان اللاعبين بعض الاحيان كيكون فواحد الفريق وكيسقط كيقلبوا على فين يمشي، وثاني يقلبوا على الطريق الفريق اخر باش يضمنوا المستقبل ديالهم ويكونوا ديما في الجاهزيه. وكنتمنى يعني كرة القدم يعني الوطنية يعني في هذا المستوى هذا تكون هذه المنافسة، لأن بغينا تكونوا ماشي غير فريق أو فريقين، بغينا أربعة الفرق اللي يكونوا كتنافس على اللقب، ويكون يعني عامل النقاط ما يكونش كثير فارق كبير باش يبقى هذه المنافسة، لأن المنافسة عطات تشويق، يعني كل شيء ولا مهتم يعني. وكنشكر الإعلام، كنشكر الصحافة، كنشكر جميع المنابر الإعلامية يعني برمتها انها يعني كتساهم في تطوير كره القدم وكتعيش معك الحدث. حنا كنتواجدوا الان في انفاس بريس بمناسبه ديال التتويج، كنشكرهم يعني على هذه المبادره. في شخصي انا كممثل كلاعب سابق ديال فريق الرجاء البيضاوي كنوب، يمكن على الزملاء ديالي القدامى، يعني حنا كنفرحوا ملي كتسير في الفريق، لان كتفرح ملي كتفرح الفريق ملي كيدي واحد اللقب، فاكيد انك ترجع الذكريات، فانك تعيش هذيك الفتره اللي عشت وكتفرح، يعني كتقول يعني حتى حنا ساهمنا في الانجازات ديال فريق الرجاء البيضاوي. وكنتمنى يعني كره القدم مستوى احسن من هذا، وكنتمنى جميع المنتخبات الوطنيه تظهر في الصوره اللي ظهرت فيها مؤخرا في كاس العالم، وكنتمنى لهم حظ موفق يعني في باقي المسابقات. سي مريم، شكرا على قبول الدعوه، كنت سعيده بالاستضافه ديالك عندنا في انفاس بريس. وبدوري انا كنشكركم على هذه الدعوه هذه في شخصي اللي كنمثل بها اللاعبين القدامى ديال فريق الرجاء البيضاوي بمناسبه التتويج ديالهم. وكنشكر جميع المغاربه، وكنتمنى لهم عيد مبارك سعيد. ولك حتى انت سي مريم عيد مبارك سعيد. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، هذه تحياتي وتحيه الطاقم التقني المرافق، الى اللقاء وعيد مبارك سعيد.